عشان كده الدكتور انه يهتم بالماده دي بالذات، لان دي ماده مهمه. يعني احنا ما يعني ربما ما يكونش لنا مطالب محدده، ولكن هو المطلب الرئيسي انه ما يحسش المصري المغترب وبشكل خاص حامل الجنسيه الاجنبيه او الجنسيه المكتسبه، انه يشعر بانه مهمش، وانه وزي ما بيقولوا المقوله انه بسبب الجنسيه مش بسبب الولاء. وده احنا بنعتبرها يعني نوع من الاهانه لكل مصري شريف عايش في الخارج بيحب الوطن، لانه الجنسيه المصريه هي الام والجنسيه المكتسبه هي الزوجه. فاختيار احنا ما عندناش خيار لاختيار الام، ولكن عندنا اختيار لاختيار الزوجه. وبالتالي ما يعني احساس المصري في الخارج بالانتماء للبلد، وبالذات بعد الثوره المصريه، ان هو نفسه يبقى عنده يعني نفسه يشارك باي شكل من الاشكال، بالشكل الاقتصادي او 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 تحت اي شكل من الاشكال. لانه طبعا عندنا الجيل الاول بالذات في اوروبا، لو اتكلمنا بصفه خاصه عن اوروبا وهولندا اللي انا مقيم فيها يعني، فاجد انه كتير من الجيل الاول نفسهم يرجعوا مصر ويستثمروا اموالهم هنا، بس في الاساس يعني يبقى عندهم احساس بانه الوطن فتح دراعاته ليهم، وانه هيلاقوا الجو الامن للاستثمار والجو الامن حتى للاقامه في البلد. وده ما نتمناه في المرحله القادمه.